الله الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. إن شاء الله تعالى نبدأ في دراسة الكليات الخمس. الكليات الخمس. وقفنا قبل ذلك مع الكل والجزئي المفرد والمركب. لعلكم تذكرون لما عرفنا الكلي وعرفنا الجزئي، عرفنا المفرد وعرفنا المركب، وقلنا بعد ذلك أن المفرد ينقسم إلى كلي إلى كلي وجزئي. وقلنا الكلي لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه، فمجرد أن يطلق على طول ممكن يتصور العقل وقوعه على متعدد، يعني يقف تحت منه متعددون يقفوا تحته. فساعة ما اقول كلمة انسان يبقى على طول اعرف ان ممكن يطلق على محمد انسان واحمد انسان وعلي انسان وزيد انسان وهكذا. حيوان يبقى انا عندي تحت من كلمة حيوان أشياء متعددة، عقل بالعقل كده يدرك إن في تعدد، وإن لم يكن في الخارج كذلك. فالكل قد يطلق على واحد ولا ولا تعدد له. فاكرين الكلام ده؟ ست أقسام اللي احنا قسمناهم قبل ذلك. إذن قضية الكل إن أنا بأنظر إلى متعددين ثم أبحث عن القاسم المشترك أو الجامع المشترك بينهم، فأنظر في زيد وعمر إبراهيم وعلي، ألا هو إيه اللي جمع، إيه الحاجة اللي تجمع كل دول؟ ألاقي كلمة إنسان، أهو ده اسمه كل. وساعات بقى ألاقي كمان حاجة تانية، ان زيد وعمر وعلي وابراهيم وخليل الخمسه دول شعراء، يبقى اصبحت الشاعريه هي كمان كلي، صح ولا لا؟ ما هو برضو حاجه مشترك ما بينهم. اذن انا بعمل عمليه تجريد او عمليه انتزاع لهذا الكلي من افراده. يبقى في عندي افراد وفي ما بينهم شيء مشترك، انا باخد المشترك ده، هو ده اللي اسمه كلي، هو ده الكلي. طيب النهاردة بقى عاوزين ننظر في الكل ده نظرة معينة، وهو ما علاقة الكل بافراده؟ ما النسبة بين هذا الكل وبين الأفراد المندرجين تحته؟ إيه ده بقى؟ هو ده اللي إحنا عاوزين نقف معاه النهاردة. يعني أحمد وزيد وعلي وإبراهيم قمت قايل عليهم كلمة إنسان، ما علاقة كلمة إنسان بكل واحد من دول؟ ما علاقة كلمة إنسان بإيه؟ كل واحد من دول. عندي اسد وعندي حصان وعندي حمار مثلا، وعندي انسان، واقول عليهم كلمه حيوان، هو الحيوان ده كل بالنسبه لدول، صح ولا لا؟ ما نسبه كلمه حيوان بالنسبه لدول؟
ده اللي عاوزين نحاول نفكر فيه النهاردة ونتعرف عليه. فبيقول لي اولا وبيقول لي ايه، واولا للذات ان في هند رجفا سبه او لعارض اذا خرج، والكليات خمسة والكليات خمسة دون انتقاص، جنس وفصل عرض نوع وخاص، واول ثلاثة بلا شطط، جنس قريب او بعيد او وسط. واولا للذات ان في هند رج، اولا اللي هو مين بقى؟ الكلي، الكلي هيقسمه لي الاول الى ايه؟ الى ذاتي والى عرضي، هيقسمه الى ذاتي والى عرضي. يعني ايه برضو الكلام ده؟ عاوزين نفهمه اكتر. هو انا لما رحت وقلت لك على كلمة زيد وعمر وابراهيم وخليل وقلت لك كلمة انسان، ها بالنسبة له كلمة إنسان بالنسبة لهم هيبقى ساعتها كلمة إنسان بالنسبة لهم إيه؟ دي حقيقة، صح ولا لا؟ دي حقيقة زيد أنه إيه؟ إنسان. فلا أتصور زيدا إلا وأتصور معه إيه؟ الإنسانية، صح ولا لا؟ فلو حبيت أجرد كلمة زيد من الإنسانية يبقى جردتها منين؟ من حقيقتي. ما فيش زيد بدون إنسانية، فده شخص إنسان. وضحت القضية؟ لكن الشاعرية ده أمر إيه بقى؟ أمر زائد، أمر عارض، خارج حقيقة كلمة زيد، بحيث لو فقدنا الشاعرية مش هنفقد زيد، إنما لو فقدنا الإنسانية نفقد إيه؟ نفقد زيد. فلا تصوره العقل. عرفت الفرق ما بين إنسان وشاعر؟ عرفت الفرق ما بين إنسان وكاتب؟ إنسان وأديب، إنسان وخطيب مثلا، يعني كل ديت التانية دي كلها أمور عارضة زائدة على الذات. شوف، أتصور الذات بدونها وممكن تنفك عن الذات وحقيقة الذات تبقى قائمة في الذات، انما كلمة انسان بالنسبة لزيد واحمد ده ذاتية فيه، ده حقيقته، ده ماهيته، بحيث لا يتصور العقل ولا يتعقل هذا الشيء اللي هو زيد ده بدون الانسان، ما يحصلش اصلا تصور في العقل، انما تعقل الشيء، تعقل العقل لهذا الشيء متوقف على ايه؟ على هذه الحقيقة. يقولوا بقى ساعتها ايه؟ يقولوا شوف، ما دخل في حقيقة الشيء فهو الذاتي، معايا؟ وما كان خارج حقيقة الشيء فهو العرضي. خلاص؟ يبقى حقيقة الشيء، انا عندي لما تأمل كده الاقي حقيقة الشيء هي ماهيته، ذاته، ها، مكوناته الذاتية اللي لو فقدت يفقد الايه؟ الشيء. دي اركان الشيء. انت معايا ولا سرحان يا عم ايمن؟ ايوه، خلي بالك معانا. ثاني، بنقول ثاني، عندي حاجة اسمها ذات الشيء. ذات الشيء يعني ايه؟ حقيقته، يعني تاني ماهيته. هي كلمة ماهية دي برضو معناها ايه؟ ها؟ يعني الحقيقة برضو. شوف، ماهيته يعني ما يقع في جواب ما هو، هو ايه، ما هو. وبعدين نسبوا لها ياء النسبة، جابوا لها ياء النسبة بقت ايه؟ ها، ما هو. وبعدين حطوا لها تاء المصدرية تبقت ما هوية. وبعدين قاموا حذفين الواو وقلبينها ياء، ها، وبعدين ادغموا الياء في الياء بقت ايه؟ ما هي. شوف، فاصل كلمه ما هي يعني كده، ها، يعني ما يكون في جوابي ما هو. فماهية الشيء، حقيقه الشيء، ذات الشيء لا تنفك عنه
بل لا تعقل أصلا هذه الأشياء إلا بحقائقها، فمتوقف تعقلها على تعقل إيه؟ على تعقل الحقيقة، على تعقل ذاتها. معايا؟ يبقى الأشياء اللي هي داخلة في مكونات الشيء ولا تنفك عنه على الإطلاق تسمى ساعتها إيه بقى؟ ذاتية. الذاتيات، تعال نضرب مثال مثلا كده. الإنسان، تعال نتأمل في ذاتيات، أتأمل في أوصاف، أحط الأوصاف كده قدامي كلها، هقول الإنسان كائن حي. هم في كائنات حية كتير صح ولا لا؟ بس دي حقيقته انه كائن ايه؟ حي، ناطق، مفكر. وبعدين نامي، بين. وبعدين جسم يشغل حيزا من الايه؟ من الفراغ. انت لو بحثت في كل هذه الاشياء تجدها امور ايه؟ داخلة في ذات الانسان. شوف، فجزء من ذاتياته انه جسم، وجزء من ذاتياته أنه نامي، وجزء من ذاتياته أنه كائن حي، وجزء من ذاتياته أنه ناطق. اسمها كلها ذاتيات. وهو قول بقى ماشي بيمشي، وأقول كمان أنه هو بيضحك، وأقول أنه بيكتب، وأقول أنه عنده طبيعة التدين، وأقول أنه بيتناسل، صح ولا لا؟ إلخي إلخي إلخي. دي كلها اسمها ذاتيات ولا عرضيات؟ يعني لو ما مشيش هيمشي يبقى إنسان؟ شفت بقى؟ تتعقل كلمة إنسان بدونها. طب مش متدين، ملحد خالص، ها؟ ويبقى إيه؟ برضو إنسان، مع إنه إيه؟ ها؟ ملحد، ما عندوش دين أهو، بس إنسان برضو. نعم. يعني إيه؟ انه متضاد تماما، انه متضمن لهذه الايه؟ الحقائق. لكن احنا بنتكلم على متضمن بقى لامور ذاتيه وامور عرضيه معا، فاحنا عاوزين نفصل ما بين الذاتيات والعرضيات. معايا؟ ها، انت عاوز تخلي التضمن ذاتيات فقط، تبقى ذاتيات فقط، يبقى الحاجات التانية خارج حقيقتي. تمام. انا بقول بقى اهو لما ابحث في ذاتيات الانسان، هات لي الانسان بذاتيات، تقول ان لازم أن يكون جسم، ولازم أن يكون كائن حي، ولازم أن يكون ايه؟ ها، لا يعقل اصلا كلمه انسان بدون هذه الايه؟ الذاتيات. طب وما قبل المفارقه، الامور الخارجه عن ذاتياته، كونه ماشيا وكونه ضاحكا وكونه دي اسمها ايه بقى؟ عرضيه، تعرض له. شوف، وربما تزول عنه. وضحت القضية؟ ها؟ ومش متوقفة القضية في تعقلها للإنسانية على معرفة هذه الأشياء. لو أنا قلت كلمة خمرة، قل لي كده ذاتيتها، قل لي أوصفها كده على بعضها كده. خمر سائل، صح ولا لا؟ ها، سائل. وإيه كمان؟ مسكر، حلو. وايه كمان؟ معتصر من، صح ده؟ لا، معتصر من. وايه كمان؟ وليه رائحة، صح؟ وله لون، مش كده برضو ولا لا؟ ايوه. تعرف تفرق لي ما بين الذاتيات والعرضيات في الاوصاف دي؟ اللون عرضي ولا ذاتي؟ عرضي، لانه ممكن تبقى صفرة وممكن تبقى ايه؟ حمر، وهكذا. الرائحة تختلف ولا ما تختلفش؟ يبقى عرضي ولا ذاتي؟ عرضي. إنما كونها سائل، شوف، ذاتي، سيال، ذاتي. تمام ولا مش تمام؟ ها، كونها مسكرة، ما هو لو ما كانتش مسكرة ما تبقاش اسمها ايه؟ خمرة. وهكذا. كونها جسم يشغل حيزا من الفراغ، صح ولا مش صح؟ ايوه، دي اسمها ذاتيات. يبقى لابد ان تفرق في راسك بين الذاتيات والايه؟ والعرضيات. الذاتيات
ما يتوقف تعقل الشيء على تعقله. شوف، والعرضيات لا يتوقف تعقل الشيء على تعقله. ديت خارج العرضيات، خارج الذات طارئة عليها. طب والذاتيات ها؟ ممكن نقول داخل، ممكن نقول داخل الذات. وضحت الصورة ولا ما وضحتش؟ يبقى العرضي خارجي والذاتي ايه؟ ها؟ داخلي. العرضي لا يتوقف تعقل الشيء على تعقله، لكن الذاتي يتوقف تعقل الشيء ها على تعقله. ما اعرفش اتعقل كلمة انسان بغير ذاتياته. وضحت الصورة، عرفنا الفرق ما بين الذاتي والايه والعرضي. اهو انا بيقول لك كده، كلي اما ذاتي واما ايه عرضي. تشوف الصورة المنتزعة من هذه من هؤلاء الافراد او من هذه الجزئيات وتنظر فيها. اللي انا انتزعته ده ذاتي ولا عرضي؟ زي ما انتزعت انا كلمة انسان من زيد وعلي وعمرو، وانتزعت من زيد وعلي وعمر كونهم شعراء، صح ده؟ لا، الشاعرية والإنسانية ده جامع مشترك ما بين الأفراد دول، وده برضو جامع مشترك ما بين الإيه الأفراد دول. لكن إيه الفرق ما بين ده وده؟ الشاعرية عرضية. أيوة، الشاعرية عرضية قابلة للانفكاك وأمر خارج، صح ده؟ لا. طب والإنسانية ذاتية، في داخل الإنسان. آدي الفرق ما بين الاثنين. وضحت الصورة ولا ما وضحتش كده؟ وأولا للذات إن فيها اندرج. شوف، إن فيها ها اندرج، ده اندرج في الذات يعني في الداخل، يعني داخل الذات. شوف، يبقى ساعتها سمى ذاتي، فانسبه يبقى أقول ذاتي، أو لعارض إذا خرج. يبقى العارض بيكون فين بقى؟ في الخارج ولا في الداخل؟ في الخارج الذات، مش من المكونات الأساسية للذات. تمام. قال أقول مراده بالأول الكلي في قوله كلي أو جزئي، يعني أن الكلي إن كان داخلا في الذات بأن يكون جزءا من المعنى المدلول لللفظ يقال له إيه؟ كلي ذاتي، كالحيوان الناطق بالنسبة إلى الإنسان. الحيوانية في الإنسان ها مالها؟ ذاتية. طب والناطقية؟ لا، ذاتية، صح ده؟ لا، بالنسبة للإنسان. احنا نتكلم دول ها كلمة إنسان وكلمة حيوان ناطق، ايه علاقتهم ببعض؟ ايه علاقة الحيوانية بالنسبة للإنسان؟ ها جزء من ذاتياته. طب والناطقية؟ ها جزء من ذاتياته. شوف، لا، هو الحيوان الحيوان ناطق مفكر. الحيوان تقصد البهيمي ها؟ الحيوان البهيمي تقصد القرد والحصان والخير، وده مفكر. ده الفارق، ده اللي يميز الانسان عن الحصان ها، ان الانسان مفكر والحصان ايه غير مفكر. تمام. يبقى ادي الذاتي وادي الايه العرضي بالنسبه الى الانسان. وان كان خارجا عن الذات بان لم يكن كذلك يسمى ايه؟ كلي عرضي، كالماشي والضاحك بالنسبه له. تمام. طيب، وان كان عباره عن الماهيه كانسان فهو ذاتي بناء على ان الذاتي ما ليس بعرضي. طيب، يعني بيقول لي ممكن يكون هو حقيقة الماهية كمان، يعني بمعنى ايه بقى؟ اللي هو النوع. خلي بالك، انا لما نظرت الى كلمة زيد وعمر وعلي وبعدين حطيت القاسم او الجامع المشترك انتزعته منهم فلقيته كلمة ايه؟ انسان. خلي بالك، رحت اقيس كلمة إنسان بالنسبة لكلمة زيد ها، فلقيتها دي، خلي بالك، مكون زيد، حقيقة زيد، فحقيقته أنه إيه؟ إنسان.
فعين حقيقته الإنسانية دون أمر زائد على ذلك. فما الإنسانية كأمر كلي، أو فما زيد إلا إنسان تشخص في فرد، فزيد يبقى هو إيه؟ إنسان، صح ده؟ لا، إنسان بس تشخص في إيه؟ في فرد. وعمر إنسان تشخص في إيه؟ في عمر، صح ده؟ لا، فحقيقة زيد أنه إنسان، وحقيقة عمر أنه إنسان. لكن تعال شوف بقى كلمة حيوان ناطق بالنسبة لزيد، علاقتهم ببعض ايه؟ قال لي الحيوانية جزء من حقيقة زيد، جزء من حقيقة زيد، والناطقية جزء آخر، وكلاهما ذاتيان. شوف، جزء من الحقيقة وده جزء من الايه؟ من الحقيقة. تعال ابسطها لك احسن شوي. انا لما سألتك عن ما عمرو وزيد وعلي، ما حقيقة هؤلاء؟ قلت لي انسان، مش كده برضو؟ طيب عايز اسألك تاني، اقولك ما حقيقة زيد واسد وحمار وحصان؟ هتقول لي ايه؟ حيوان. القاسم المشترك ما بينهم كله انه حيوان، والقاسم المشترك هناك كان انه ايه؟ انسان، في زيد وعمرو وعلي. تمام. طيب لما انا احب اتامل بقى حقيقه الحصان انه ايه؟ انه حيوان، وحقيقه زيد انه حيوان هو كمان، صح ولا لا؟ علاقة الحيوانية هنا بزيد، وعلاقة الحيوانية هنا بإيه؟ بالحصان، إن ده جزء من ماهيته وده جزء من ماهيته، لأن فيه جزء آخر هيفصل ما بينهم هما الاثنين، أن هذا ناطق وهذا صائل، صح ولا لا؟ يبقى كده أصبحت هناك فروق ذاتية ما بين الاثنين، هذا ناطق وذاك إيه؟ صائل. طب والحمار في حاجة تانية تفصل ما بينهم اللي هو إيه؟ ناهق، مش كده؟ ودي كلها ذاتيات، دي كلها ايه؟ ذاتيات. شوف لما اجي اقول بقى الحيوان بالنسبة لزيد والانسان بالنسبة لزيد، ايه الفرق ما بينهم؟ كلاهما ذاتي، ادي حاجة، صح؟ كلاهما ذاتي. وايه كمان بقى؟ ان ده حقيقة الماهية، دي الماهية بعينها اللي هو الإنسانية، إنما في الحيوانية ده جزء ماهية، صح ده؟ لا، جزء من الماهية. الحيوانية بالنسبة لزيد جزء إيه؟ جزء ماهية. والإنسانية بالنسبة لزيد ده عين الماهية. شوف، عين الماهية، أدي الفرق ما بينه. فعشان كده بيقول لي هتلاقي بقى إذا كان هذا عين الماهية فهو نوع، وإذا كان جزء الماهية فإن كان مشتركا فهو جنس، وإن كان غير مشترك فهو فاصل، أما إن كان خارج الماهية اللي هي العرض بقى فإن كان خاصا يميز فهو خاصة، وإن كان مشتركا عاما فهو عرض عام. وبذلك قسموا هذه الكليات إلى خمس بسبب هذا الأمر. تاني، الأمر الذاتي أنظر فيه وأشوف كده، أعمل عملية تناسب أو نسبة، أشوف حقيقة النسبة بين هذا الجزء، بين هذا الجزء وبين ذاك الكلي. الجزئي هقول كلمة زيد، الكلي كلمة ايه؟ انسان مثلا، ها؟ طيب، والكلي ايضا كلمة حيوان، والكلي كلمة ناطق، مش كده برضه؟ دي كلها كليات، وكليات ايه؟ ها؟
ذاتية، كليات ذاتية. أنا بقى بشوف العلاقة ما بين الجزء وهذه الكليات الثلاثة على الأقل دول، إيه العلاقة ما بينهم؟ قال لي أنت شايفهم كلهم ذاتيات؟ قلت له آه. قال لي تأمل في كل واحدة منهم، تأمل فستجد إما أن تكون هي عين هذا الجزء، عينه، وإما أن تكون جزءا منه، مش عينه بقى، إما الإيه؟ جزء من مكونات، مش كل مكونات. وضحت؟ إن كانت عين هذا الكل فذاك النوع، وإن كانت جزء من هذا الجزء، جزء منه، هذا الكل جزء. اللي استنى بقى تنظر، هو جزء مشترك بينه وبين غيره ولا جزء يميزه عن غيره؟ فإن كان مشتركا بينه وبين غيره جنس، وإن كان مميزا له عن غيره يبقى فصل. وضحت؟ يبقى احنا عرفنا ان في الكل ينقسم الى ذاتي والى ايه؟ عرضي. الذاتي في الداخل والعرضي فين؟ في الخارج. وبعدين اروح انظر في هذا الذاتي، انظر فيه واتأمل فيه واشوف ما علاقته بهذا الجزء. اما ان يكون هو عين ماهيته، واما ان يكون جزءا من ماهيته. او انظر لقيته جزء من ماهيته انظر فيه. اما ان يكون مشتركا بينه وبين غيره، بين عدة مهايا، بين عدة حقائق، يبقى ساعتها اسمه جنس. واما ان يكون مميزا لهذه الماهية عن غيرها، يبقى ساعتها اسمه ايه؟ اسمه فصل. انت معايا؟ تاني. ها؟ بالمثال، بالمثال. لما اجي اشوف كلمة زيت، وعندي دلوقتي ثلاث ذاتيات، انه انسان وانه حيوان، صح، وانه ناطق مفكر، ما علاقة كل واحدة بكلمة زيت؟ ماهية زيت ما علاقتها بكلمة انسان؟ ده تمامها، ده عينها، صح ده لا؟ وما علاقة كلمة زيد، ها، ماهية زيد ما علاقتها بالحيوانية؟ جزء من ذاتيات زيد، كونه كائن ايه؟ كائن حي، حيوان، صح ام صح؟ وما، ايوه، وما علاقة الناطقية بكلمة زيد؟ برضو جزء من مكوناته. فما الفرق بين هذا الجزء وذاك الجزء؟ أن الحيوانية مشتركة بين ماهية زيد وماهية الأسد وماهية القرد وماهية الحمار. وبما أن هذه مشتركة بين هذه المهايا يسمى إيه؟ جنس. تمام؟ وأما الناطقية فهي إيه؟ مختصة بالإنسان تميزه عن غيره. تمام؟ وهو أيضا ذاتي، الناطقية ذاتية. تمام؟ لكنها تفصل ماهية إنسان، ماهية زي في إنسانيته عن ماهية الإيه؟ عن ماهية الحصان وعن ماهية الحمار وهكذا. وضحت الصورة؟ فبعد ما قسمنا الكل إلى ذاتي وعرضي، قسمنا الذاتي إلى إيه؟ ثلاث أنواع. نوع. وإيه كمان؟ وجنس. وايه كمان؟ وفصل، مش خاص، فصل. تمام؟ نعم. الماهيات يعني الحقائق، ماهية الشيء يعني حقيقته، ما احنا قلناها دي من شوية، وان ماهية يعني اصلها اصلا ما هو، وبعدين جات ياء النسبة، وبعدين ضموا اليها تاء المصدرية، وبعدين حذفوا، قلبوا الياء الى الواو الى ياء، وبعدين ادغموا الياء في الياء فاصبحت ماهية.
احنا قلنا هذه. فما هي يعني الحقيقة؟ فلما جاءت كلمة زيد قدامك، ها زيد ده ليه حقيقة ولا ملوش حقيقة؟ له حقيقة. حبيت انت بقى جت قدامك كده ثلاث مصطلحاتهم، انسان حيوان ها ناطق، وقلت لي بقى قلت لك بقى انظر في هذه الحقائق الثلاثة وانظر او اوجد العلاقة بينها وبين كلمة ايه زيد، فما نسبة كل واحد منها الى زيد؟ فلقيت نسبة كلمة انسان لزيد انها ايه؟ عين حقيقة زيد، عين حقيقة انه انسان، تمام؟ طيب وكلمة حيوان بالنسبة لزيد جزء من حقيقته انه كائن حي، مش كل الحقيقة، لانه هو والقرد والاسد كلهم ايه؟ ها حيوان، فبيشترك معاه غيره اهو، لكن دي حاجة صفات ذاتية فيهم كلهم. طب انا عاوز اميز الماهية بتاعت الانسان عن ماهية الحصان عن ماهية الحمار، اعمل ايه؟ ابحث عن فاصل ذاتي، صح ولا لا؟ حاجة من ذاتية الانسان تفصله عن ايه؟ عن غيره. فوجدت كلمة ايه؟ وجدت صفة الناطقية دي، قلت بس الناطقية، فاصبحت الناطقية مشتركة ولا خاصة بيه؟ خاصة بيه، تميزه، صح ده لا؟ فأصبحت تميزه عن بقية المهايا، عن بقية الذوات الأخرى تميزه. وضحت الصورة؟ وهي مميز ذاتي ولا مميز عرضي؟ مميز ذاتي، مش مميز عرضي، ده مميز ذاتي. فالناطقية جزء من ذات الإنسان كونه مفكر. لا الناطقية مش معناها كده، ما انت منك لسه جاي النهارده بس. الناطقية مش معناها كده، مش الكلام ده، الكلام النفسي مش الكلام اللفظي. الكلام النفسي يعني الكلام القائم بداخل النفس اللي هو التفكير، ترتيب الكلمات بداخل الذهن اللي هي عبارة عن أفكار. وضحت القضية كده؟ اهو احنا ايه دي الناطقية بقى، مش الناطقية ان هو ايه؟ ها؟ ان هو الكلام اللفظي، لا، فكلمة ناطق يعني مفكر. فالانسان حيوان ناطق يعني حيوان ايه؟ ها؟ مفكر. ويمكن في الحلقة الاولى لما تكلمنا عن كلمة منطق، ايوه النطق هو التفكير هنا، مش النطق هو الايه؟ هو الكلام كده اللفظي، تمام؟ طيب يعني زيد ده مفرد، اه جزئي، ايوه. وما نسب اليه من الثلاث انواع دول يعتبر علاقه كلمه زيد اللي هو جزئي بكل واحده من الكليات ديت. فوجدت ان الكليه الاولى اللي هي كلمه انسان، ها ديت ماهيته وعينه وحقيقته، تمام؟ إنما الحيوانية جزء من حقيقته، صح ولا لا؟ والناطقية جزء من حقيقته، لكن الحيوانية جزء مشترك بين حقيقته وحقيقة إيه؟ غيره. فغيره أيضا فيه حيوانية. فإذا أردت أن أميزه جئت بإيه؟ بفصل ذاتي اللي هو إيه بقى؟ الناطقية تخصه، والناهقية تخص الحمار، والصاهلية تخص الأسد. أصبحت بفاصل بفرق ما بينهم. وضحت الصورة ولا ما وضحتش كده؟ زيد نفسه جزئي جزئي طبعا، زيد نفسه جزئي. ده أنا بدور على النسبة، النسبة بين كلمة زيد وبين الكليات، تمام؟ ونظرت في الكليات فوجدتها إما أن تكون ذاتية وإما أن تكون إيه؟ عرضية. والذاتيات إما أن تكون هي تمام الماهية وإما أن تكون جزء من الماهية، وجزء الماهية إما أن يكون مشتركا بين عدة ماهية وإما أن يكون خاصا بماهية محددة. فإن كان مشتركا فهو الجنس، وإن كان خاصا بماهية محددة فهو الفصل، تمام؟ وإن كان عين الماهية فهو النوع،
وضحت كده الصورة ولا لسه؟ ها؟ قلت لك هنحتاج لهذا الكلام واحنا بنقرأ في الفقه. عاوزين نميز الخمرة عن غيرها هنعمل ايه؟ هنبحث عن الذاتيات للخمرة. ذاتيات الخمرة ايه؟ كونها سائل. وذلك لما يعرف لك الخمرة هناك هو ايه؟ ها؟ سائل مسكر. شوف 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 بيعرفها ايه كده بايه؟ بذاتياتها. ولذلك انت محتاج للكلام بتاع الكليات الخمس ده ليه؟ علشان انت محتاج للتعريفات واساس المنطق زي ما قلت لك، يبحث في التصورات ويبحث في التصديقات ومنتهى التصورات التعريفات ومنتهى التصديقات الحجج والبراهين. مش احنا قلنا الكلام ده قبل كده؟ ها منتهى التصورات. انت عاوز توصل في النهاية الى ايه؟ اضع تعريفا منضبطا جامعا مانعا. طب ولما يبقى امتى جامع مانع بقى؟ لما يبقى متعلق بالذاتيات خاصة. فاقوى التعريفات هو المتعلق بالايه؟ بالذاتيات. قال يبقى انا محتاج ان انا اعمل ايه؟ اعرف الذاتيات لكل شيء وافصلها عن العرضيات، علشان لما احب احط تعريف احطه بذاتياته عشان ينضبط. لما يقول لي عرف الخمر اقول له سائل شوف مسكر. شوف الكلام سائل هذه ذاتية في الخمر، ذاتية في الخمر حقيقة فيها. قال يعني لو الحشيشة بقى مش خمرة؟ لا مش خمرة. يعني لو الافيونه مش خمره؟ مش سائل. طب دي بتسكر؟ ولو ده تدخل معي في كلمه ايه؟ ها خمر. فالخمر اصلا لازم ان يكون ايه؟ ها من ذاتي من ذاتياته ان يكون ها سائلا سائلا. فاحنا احتجنا الى قضيه الكليات الخمس علشان تقوم عليها قضيه الايه؟ التعريفات. لا ليه؟ مسكر سائل مسكر. مسكر فيها مسكرات تانية. مسائل فيه سائل. خلاص يبقى هو بنجيب فصل. لا لا استنى علي. احنا بنقول دلوقتي الخمر دي عبارة عن ايه؟ ها؟ سائل. وبعدين ذاتي ده ذاتي ده. طب ده ذاتي عام ولا خاص بيها؟ فاصل لا دعاء. ده في حاجات سوائل أخرى. مش كده؟ طيب سائل مسكر. في سوائل تانية مسكرة؟ معايا؟ ها؟ ما انت هتراعي كلمة السائلية، هتجيب لي الخمر الحشيش تقول لي ممكن يسكر الإنسان ويدوخ الإنسان ويذهب عقله. أقول لك أيوه طيب، ولا الأفيون بس ما هو السائل؟ هنخرجه بالإيه؟ بالقيد الأول. تمام؟ فما دام مسكر بس مش سائل ما يبقاش داخل معانا في الخمر. واضحة؟ فأنا عاوزه سائل وعاوزه إيه؟ ها؟ مسكر. وبعدين يحط لي معتصر من، اهو ده الكلام بقى، معتصر من، ويختلفوا بقى العلماء يحطوا القيد ده معتصر من عنب ولا عنب و نقول بقى وتمر وشعير وزبيب و الى اخره وتفاح و عشان تدخل معنا كل الايه؟ كل انواع المسكره. ولا معتصر من عنب وفقط ونقطه على السطر، ده اللي يسمى خمر. ويبقى الحاجات التانيه تدخل بالقياس، حاجات تانية تدخل بالايه؟ ها؟ بالقياس. نختلف بقى. المهم لما نيجي نتكلم احنا ليه بنحتاج الكليات الخمس؟ عشان نبني عليها الايه؟ التعريفات. عشان نبني عليها التعريفات. فنعرف الذاتيات من العرضيات ونفصل دول عن دول وهكذا عشان لما نحط التعريفات تبقى التعريفات بتاعتنا واضحة. فمنها ما هو؟ والايه؟ الشرط ده خارج. والماهيه دي اركان داخله. بالظبط بالظبط. فدي داخل وده خارج. صحيح. ما عندناش في اختلاف في كده. الشرط ما كان داخل، الشرط ما كان خارج الشيء لكن يتوقف عليه الشيء.
في وجوده. هي عامله زي الاركان كده. الماهيه هي الاركان. صحيح، ما هي الاركان هي المكونه للماهيه، ودي ذاتيات على فكره. الاركان دي ممكن تسميها ذاتيات الداخل. بطل شيء توقف، لا يتعقل اصلا وجود كلمه صلاه ها الا بوجود اركانها، فدي ذاتيات فيه. نعم تمام. نعم الايه فأنس ما هو جنس وفصل عرض نوع وخاص. ما هو النوع هو ايه؟ ها؟ تمام الماهية. انسان بالنسبة لزيد ده نوعه، تمام، تمام الماهية. يبقى كأن النوع يدل على متكثر في الأعداد لا في الحقائق، فالحقيقة واحدة. ماشي، ها نقولها تاني دي كده. كأن النوع يدل على ايه؟ على متكثر في الاعداد لا ها في الحقائق. الانسان ها يقف تحت منه مين؟ زيد وعمر. اختلفت حقائقهم ولا حقيقتهم واحدة؟ اهو ده الانسان، اهو ده النوع. يبقى اللي تحت منه متعددين، بس مش متعددين في الحقائق، متعددين في الايه؟ في الاعداد. طب والجنس اللي يدل على متكثر في الاعداد والحقائق؟ شوف، متكثر اسد وحصان وحمار وزيد. بالنسبه لكلمه حيوان، اللي تحت كلمه حيوان دول اللي هو الاسد والحصان والحمار وزيد، ها دول متكثرين ولا لا؟ متكثرين في الاعداد، هم في الاعداد حتما هم، ومتكثرين في ايه؟ في الحقائق. فحقيقه ده مختلفه عن حقيقه ده، مختلفه عن حقيقه ده. وضحت كده الصوره ولا لسه؟ ادي الفرق. النوع في الاعداد فقط، متكثر في الاعداد فقط، انما هناك في الجنس متكثر في الاعداد وفي الايه؟ وفي الحقائق. والفصل في الاعداد برضه مش مختلف. ها؟ الفصل في الاعداد ده لا، الفصل في الحقيقه فقط. الفصل ها؟ بيقول لي ده هو يميز الانسان عن الحيوان بكونه ناطق. شوف، فالمراد بها تمييزه في حقيقته. تمييزه في حقيقته عن بقية الايه؟ ها؟ الحقائق الاخرى. طيب، قال لي وان كان عبارة عن الماهية، طب خلاص قلناها، والكل الذاتي اما ان يكون مشتركا بين الماهية وبين غيرها، اللي هو ايه بقى ده؟ الجنس، او مختصا بها. فالاول يسمى جنسا كالحيوان بالنسبة للانسان، والثاني يسمى ايه؟ فصلا كالناطق بالنسبة له. والكل العرضي اما ان يكون مشتركا او مختصا، اللي هو خارج الماهية بقى، اللي هو الايه؟ ها؟ العرضي. العرضي اللي هو خارج الايه؟ خارج الماهية. كلمة عرض يعني حاجة ايه؟ زائلة، صح ولا لا؟ وعرض الدنيا سمي بهذا الاسم ليه؟ لانه بيزول، مش كده برضه؟ فالعرض امر خارج على الذات، ادي معنى العرض. والعرض اللي هو زي البياض اللون كده، وهو اساس العرضي. العرض اساس الايه؟ العرضي. بمعنى ايه؟ كلمة عرض يعني ما لا يقوم بذاته، مقابلة لكلمة جوهر. كلمة عرض في حد ذاتها كده، عندي حاجة اسمها عرض وحاجة اسمها ايه؟ جوهر. الصفات عرض ولا جواهر؟ اعراض، صح ولا لا؟ اعراض، زي البياض والسواد وزي الحلم والصبر والعلم، دي اعراض تقوم بايه؟ ها؟ بذات.
فالبياض عرض، مش كده برضو ولا لا؟ ايوه. فاذا ما قام بالذات، فاذا ما قام بالذات حينئذ يكون عرضي اللي هو الابيض، كون الشيء ايه؟ ها ابيض. يبقى البياض حاجة وكون الشيء ايه؟ ها ابيض حاجة تانية. ده قبل ما يقوم بالذات كان بياض. يعني ايه هذا الكلام؟ انا لما اجي ابحث في الانسان وابحث في ذاتياته اجد من ذاتياته انه كائن حي حيوان، ومن ذاتياته انه نامي، ومن ذاتياته انه جسم، مش كده برضه ده لا؟ ومن ذاتياته انه جوهر. شوف دي كلها ذاتيات في مين؟ في الانسان. هل لي ان ارتب هذه الجنسيات فاجعل كل واحده تحت الاخرى واجعل الاقرب فالاقرب؟ معايا؟ ممكن. ازاي؟ قال لي هات كده كلمة انسان وكلمة حيوان فوقها وكلمة ناطق نامي فوقها ماشي، وكلمة جسم، وبص في النسب، نسبة كلمة انسان لكلمة جسم بعيدة ولا قريبة؟ بعيدة. ليه؟ اشياء كثيرة. ده لو قلت الانسان جسم، ها ده في الحقيقة انا بهوأت العملية قوي. ليه؟ لان الجسم سيدخل فيه اشياء كثيرة، الجماد جسم والنبات جسم والحيوان جسم، وكل ما يشغل حيزا من الفراغ فهو ايه؟ فهو جسم. فده بعيد قوي. ها طب ولو قلت عنه نامي، طب ما هو النبات نامي والحيوان نامي، صح ولا مش صح؟ شفت؟ طب ولو قلت عنه حيوان، ها طب ما هو برضو الحصان حيوان والقرد حيوان مش كده برضو ده لا؟ واضحة؟ إذن لكن أقرب إلى الإنسان أن يكون حيوانا ولا أن يكون ناميا ولا أن يكون جسما؟ أن يكون حيوانا. فلما أرتب هذا المسلسل أو هذه التسلسلات يبقى أشوف الأقرب إيه، علشان ما ادخلش ايه ها معايا حاجات كتيره واضطر ابحث عن قيود لتخرجها. معايا؟ ولذلك يقول لك لما تيجي تعرف عرف بالجنس القريب، ما تبعدش، عرف بالايه؟ ها باقرب جنس له. ودي كلها اجناس له، فالحيوانيه جنس له. شوف حيوانيه ايه جنس الله، والنامية ها جنس الله، والجسمية جنس الله، كلها أجناس الله. لا الناطقية مش كده، الناطقية مش جنس، ده فصل. تمام؟ ده لما أحب بقى أشوف أقرب جنس له أقول إيه؟ الحيوان. طب ما هو يدخل معايا الإنسان ويدخل معايا الحصان والحمار، أحتاج ساعتها لكي أميز ماهية الإنسان عن ها ماهية الحصان وماهية الحمار، أضطر أجيب بقى الفصل اللي هو إيه؟ الناطق اللي خاصة به هو بقى، تميزه عن غيره. واضحة؟ يبقى أنا محتاج دلوقتي أجيب الفصل عشان أميزه. الفصل ده مشترك بين عدة ماهية ولا خاصة بماهية الإنسان؟ مشترك. فصل. أيوة. لا بالذات وخاص بإيه؟ وخاص بهذه الماهية، مش مشترك بينها وبين ماهية أخرى. فالناطقية خاصة بمين؟ بالإنسان. تمام؟ إنما كلمة حيوانية دي مش فاصل، أمال ده إيه ده بقى؟ ها؟ ده جنس. صح ولا لا؟ أنت عارف يبقى فصل إمتى؟ لو مع الجنس اللي فوقه. ها؟ يبقى هو فصل بالنسبة له. فالحيوانية بالنسبة للجسمية
فصل. شوف عشان يخرج بيها مش كده برضه ولا لا؟ عشان يخرج بيها الايه؟ النبات والجمادات. فالحيوانية مع الجسمية تبقى الحيوانية هنا فصل. تميز تميز هذا الكائن الحي عما اشترك معه في الجسمية مطلقا. صح ولا مش صح؟ وهكذا. فلازم ان تراعي هذه القضية. ولذلك قالوا لنا بقى هناك جنس بعيد وهو جنس الأجناس الذي لا جنس فوقه. أيوة. وهناك جنس قريب وهو الذي يقع تحته أنواع مش أجناس. معايا؟ فلو قلت حيوان هيقع تحت منه ايه؟ هيقع تحت منه الإنسان والحصان والحمار وكل واحد منها نوع خاص. صح ولا لا؟ فهذا الجنس تحته انواع فسموه الجنس الايه؟ القريب. قريب تحته انواع. طب امال جنس الاجناس اللي هو الجنس البعيد ليس فوقه ايه؟ اي جنس. امال تحت منه اجناس. فالجوهر جنس وتحت منه ايه؟ جسم. وهو بالنسبه للي تحت منه جنس. وتحت منه نامي. وهو بالنسبة اللي تحت منه جنس. وتحت منه حيوان. وهو بالنسبة اللي تحت منه جنس. فالجنس الأبعد أو البعيد ده ليس فوقه جنس آخر فهو جنس الأجناس وهو الجنس البعيد ليس فوقه جنس لكن تحت منه إيه؟ أجناس. معايا؟ إنما الجنس القريب فوقه أجناس وتحته أنواع. وضحت الصورة كده ولا ما وضحتش؟ تحت منه أنواع. يبقى الجنس القريب فوقه أجناس وتحته أنواع والجنس البعيد ليس فوقه أجناس وتحته أجناس. وضحت الصورة كده ولا ما وضحتش؟ وضحت؟ أهو ده اللي بيقوله لنا. قال والجنس ثلاثة أقسام: قريب كالحيوان بالنسبة للإنسان، وبعيد كالجسم بالنسبة له، ومتوسط كالنامي بالنسبة له. شوف نسبة كلمة نامي إلى كلمة إنسان. جنس متوسط ولا بعيد ولا قريب؟ لا متوسط. شوف أيوة. وجنس وفوق جنس وتحت جنس اللي هو المتوسط ده. إنما كلمة جسم بالنسبة للإنسان بعيدة. طب وكلمة حيوان بالنسبة للإنسان قريبة. فآدي الجنس القريب تحته أنواع والجنس المتوسط فوقه أجناس وتحته أجناس والجنس البعيد ليس فوقه أجناس وتحته إيه؟ أجناس. آدي التقسيمة اللي هو أراد أن يرسمها لنا في أذهاننا. يبقى احنا عرفنا الكليات الإيه؟ الخمس. عرفنا الأول الكلي والجزئي، وبعدين قسمنا الكلي إلى ذاتي وإلى إيه؟ عرضي. ثم قسمنا هذه الكليات إلى خمسة أقسام: إلى نوع وجنس وفصل وخاصة وعرض عام. والثلاثة الأولانية كلها إيه؟ ذاتيات. شوف لأنها متعلقة بالمهايا والحقائق داخلة في ذات الشيء. والاثنين التانيين اللي هي الخاصة والعرض العام خارج الماهية فتسمى ايه؟ عرضيات. تمام؟ يبقى ادي الكليات الايه؟ الخمس. هتحتاجها زي ما قلتك وانت بتعرف اي حاجة. وانت بتعرف اي حاجة. خليني بقى اضرب لك امثلة كده واحاول انك انت تقول لي ايه هو الذات فيها، او رتب لها، او اقول لي مثلا ايه علاقتها ببعضها. لما اقول مثلا الكلمة اما اسم واما فعل واما حرف، الكلمة اما اسم واما فعل واما حرف، ما علاقة الكلمة بكل واحدة من دول؟ اسم فعل حرف، ما علاقتها؟
ما علاقة الكلمة بإيه؟ ها؟ اسم وفعل وإيه؟ وحرف. ما علاقتها بها؟ يلا اكتبها واجب، اكتبها واجب عندك كده. ها؟ ما علاقتها بها؟ ايه روح يبحث بقى. ما علاقتها بها؟ الفعل اما ماضي واما مضارع واما امر. شفت؟ ما علاقة كلمة فعل بهذه الاشياء؟ ايه شوف روح يبحث بقى. روح يبحث. كلمة إنسان نوع، نوع، والتاني والحصان نوع، والحمار نوع، وتجمعهم كلها جنس، فوقهم اللي هو كلمة إيه؟ حيوان، اللي هو المشترك اللي ما بينهم. فإحنا نبحث دايما عن المشترك، ونبحث هو ذاتي ولا عرضي؟ نبحث كده، هو ذاتي ولا عرضي؟ ولو كان ذاتي نبحث فيه هو تمام ماهية ولا جزء ماهية؟ ولو كان جزء ماهية هو جزء ماهية مشترك ولا جزء ماهية غير مشترك؟ معايا ولا مش معايا في الحكاية دي؟ يبقى ابحث كده في هذا الأمر. إذا كان الجزء عين الكلي يبقى إيه؟ ها؟ ال- 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 الكلي ساعتها هو تمام ماهية الجزء. زي إنسان يعني في زيد. زيد أيوة. زيد إنسان، فكلمة إنسان هي تمام ماهية إيه؟ زيد، تمام ماهيته. كل الذي فارق بين هذه وبين زيد أن تمام الماهية هذا تشخص في صورة محددة اللي هو مين؟ زيد. شوف، ولذلك يقولوا إيه؟ يقولوا الكل الجزئي هو الكل وزيادة. شفت؟ انت عارف كلمة جزء وكلي الاول؟ ها؟ عرفت كلمة جزء وكلي؟ ها؟ جزء يعني شخص معين او حاجة محددة معينة يمنع تصوره من وقوع الايه؟ الشركة فيه، زي كلمة ايه؟ زيد. طيب زيد انسان، الانسان ده بالنسبة لزيد ايه؟ كلي. الانسان كلي، ده الكل بتاع زيد. قال لي بس زيد اصبح متضمنا للكل وزيادة التشخص معاه. ولذلك رحمه الله، ولذلك قالها سيدنا مين؟ السبكي، التاج السبكي، يقول الجزئي هو الكل وزيادة. معايا؟ الكل بعض الجزئي. الكل ايه؟ ها؟ بعض الجزئي. ويلغز بها دي، الكل بعض ايه؟ بعض الجزئي، تبقى لغز دي. ها؟ طب ليه بقى؟ ليه الكل بعض الجزئي؟ لان الجزئي ها احتوى الكل وضمه، فتلك وزاد عليه في التشخص. خلاص؟ انما الكل العام ده ما بين الناس، ما بين كل الافراد، ما هو انسان دي موجوده في زيد وموجوده في عمرو وموجوده، صح ده لا؟ ها؟ فهي عام ما بين الكل اهي. امال لما 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 وجدت في زيد على وجه الخصوص، قال لي يبقى الانسانيه موجوده مع ايه؟ تشخص زيد، انها تشخصت فيه ها شخص بعينه اللي هو اسمه ايه؟ زيد. فأضاف إلى هذا الكل المشخصات بتاعته، فأصبح الجزء متضمنا للايه؟ كل وزيادة. الكل اللي هو الإنسان الإنسانية المشتركة ده ايه؟ والزيادة بتاعته هي ايه؟ مشخصات، المشخصات بتاعته. فأصبح يحتوي هذا وزيادة.
وضحت القضية ولا ما وضحتش كده؟ يبقى آدي الكلي وآدي الجزئي. بعد كده ندخل بقى في نسبة الألفاظ للمعاني، وخلينا إن شاء الله نتكلم فيها الأسبوع القادم. ونسبة الألفاظ للمعاني 5 أقسام بلا نقصان: تواطؤ، تشاكك، تخالف، والاشتراك عكسه الترادف. تواطؤ، تشاكك، تخالف، والاشتراك عكسه الترادف. التواطؤ ايه هو؟ التشاكك ايه هو؟ يقول لك مشكك، ده فلان ده الشيء ده مشكك. يعني مشكك؟ يعني متواطئ. الاشتراك يعني ترادف. يعني كل ده هنتكلم عنه ان شاء الله تعالى في الاسبوع القادم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. الله الله على